رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم باقي فقراتنا، وهلا علا رح تعمل لنا الطبق الثاني. الطبق الثاني هو المهم، الطبق الثاني. طيب كله مهم عندك يا علا. كثير 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 سهله وكثير بسيطه، والطعم فخم جدا، من افخم انواع الحلويات اللي يمكن انك تقدميها لضيفك، وخصوصا من الحلويات الساخنه نوعا ما. ناخذ المقادير على الشاشه لتحضير فطيره الكرواسان مع البيريز والكريم تشيز. المقادير عم تظهر امامكم: 2 كوب من الكرواسان المقطع، 200 جرام من الجبنه الكريميه كريم تشيز اي نوع انت بتحبيه متوفر عندك، حليب سائل اللي هي 3 ارباع الكوب، 3 ارباع الكوب سكر، بيريز مشكل هلا بنحكي عنه، اي نوع من انواع الفواكه المفضله الموجوده عندك اللي هو توت اسود، توت احمر، توت ازرق، فراوله، وكله فروزن عشان أنا وياك نجيبه بسعر كتير رخيص وما نشتري غالي. بعدين كمان رح نحتاج لواحد معلقة صغيرة من الفانيلا، يفضل السائلة مش موجود استخدمي البودرة، 1 بيض بحرارة الغرفة، وسكر ناعم مطحون للتأديب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، رح أروح أنا وياكم ننزل البيضة، ما تقلقي ولا رح تبين معاكي، بس هي هاي السر اللي رح يمسك لي الخليط. 1 بيض، بعدين كمان حطيت الفانيلا السائلة، اضربهم مع بعض بشكل بسيط وسهل وسلس. المقادير اللي ظهرت أمامكم فيها حليب وفيها سكر، 3 ارباع الكوب يعني كوب إلا ربع، إذا مش مذكور أمامكم على الوصفة ركزي معي عشان تجربيها وتدعي لنا. رح أضربهم مع بعض وبعدين أنزل السكر. يلا بعدين راح انزل الكريم تشيز او الجبنه الكريميه واي نوع متوفر عندك. في الهنغاريه هلا عليها عرض بكل الاسواق والمولات، وعاده اصلا سعرها مش غالي، او اللي هي المكعبات اللي بنعملها للساندويش هي تمام. وبضرب تمام، هيك امورنا صارت جاهزه. ام خالد خريسات بتقول لك عن جد عجبتني كثير، ان شاء الله راح اجربها ان شاء الله. صراحه لا بهاي الوصفه هبه تحديدا وحصرا لازم تستخدم كرواسان ساده، لازم لاني انا بدي احط كريم تشيز وفي بيض، ما بيزبط تجيبي لي محشي يكون ب خلينا نحكي بجبنه بيضة، بجبنه صفراء، بزعتر، لا. الو ام وسام، الو صباح الخير. الو صباح النور، كيف صباح الورد، اهلا وسهلا، هلا ستي. الله يسعدك، بدي منك وصفه، اللهم صل على سيدنا محمد. قولي. البوظه بس تكون سهله هيك. طيب احنا سوينا على فريز على فراوله، وسويناها ايس كريم عربيه بالقوالب وبالصحون وبالتبروير بالكونتينر، وكمان سويناها رول، فبتقدري تراجعي او ترجعي ليوتيوب لمطبخ يوم جديد وتكتبي ايس كريم فريز او عربيه وبيطلع لك، وقريبا رح نعملكم اللي هي بالتشوكلت وكثير افكار ثانيه ان شاء الله ما بنقصر. ماشي، الله يسعدك، اهلا وسهلا. شكرا لك. معنا ام بشار، يسعد صباحك. علا يسعد صباحك، كيف حالك؟ اهلين يا مرحبا، اولا بدنا نشكرك على كل شيء عم تعمليه،
لأنه بجنن ونده. أهلا ست الكل، صباح الخير. هلو. آه معك، سامعتك. صباح الورد. والله ما قدرت أحضر، وكنت في عجلون، وكان نفسي أجي وكون كل إشي قدامي، بس مطار ما في. كل حال بدي منك الملاحظة بخير. إن شاء الله بنشوفك كمان مرة على خير بإذن الله، الجايات أكثر من الرايحات. إن شاء الله يا حبيبتي. إن شاء الله. بدي أحكي لك شغلة سهلة. هلا على التلفزيون على زاوية من هالزوايا على الشاشة بقصد. لو تشوفينا مثلا دائما المقادير بيصير، لأنه مرات بيجي فجأة بتكون الطبخة رايحة أو الحلو أو إشي. حاضرين إن شاء الله إني أكون سمعتك صح، وإن شاء الله ما بنقصر. طيب هلأ المقادير، إحنا عشان ما نغلب الشباب إن شاء الله ما حدا مقصر، تقدر تعملي سكرين شوت وإحنا بنظهر أمامك على الشاشة أو على الفيسبوك، الموضوع سهل. أي شيء تاني تحت الهواء أنا من عيني هاي قبل هاي، وكمان تحت البث المباشر على صفحة الفيسبوك بخدمتكم أبدا. يعني أي إشي أنا موجودة على الفيسبوك اكتبي لي على صفحاتي، أي مسج على الإنبوكس أنا بشوف كل المسجات، وإن كان يتطلب الإجابة أنا من عيوني التنتين بخدمتك. شكراً على اتصالك يا أم بشار. كمان بشرة سامر، يسعد صباحك شيف علا وأحلى مذيعة، بتمنى تقرأي تعليقي. صباح الخير يا بشرة. مشعل المساعيد، صباح الخير، أكلاتك دائما روعة يا شيف. أم حازم النصر، الله يسعدك يا شيف. وفاء عيسى بتقول لك شيف أنا بحبك كثير. الله يسعدهم ويخليهم يا رب. أم ثائر كمان بتصبح عليكي بتقول لك صباح الخير. أم داوود، أم خالد، يسعد صباحكم جميعا. علي الزعبي بيقول لك مرحبا وكيف حالك يا شيف علا. أهلا يا علي، أهلا أهلا. طيب. نشأت الزواهرة كمان بيصبح عليكي، أهلا وسهلا فيهم. أنت ملاحظة كمان الشباب صاروا يتابعوا وبلشوا يبدعوا. عامر كمان يسعد صباحك يا عامر الحسامي. شايفين عم برجع بحركه عشان أنا حاطة سكر خشن مش سكر ناعم، ما بدي إياه ينزل في الصحن. عم بحرك كتير منيح لحتى أتأكد إنه ما في إشي عم يتحرك مع المعلقة في البولة أو بقاع الصحن. تمام، هذا هي بيض، ما رح تحسي ابدا ابدا ابدا، لا تخافي. في هون تعليق بتقول لك شوف طلعيني معك بحلقه وعد سامر. ام عبد الرحمن حاضرين يا وعد، حاضرين ان شاء الله ما بنقصر، تشرفنا اكيد طبعا. زهره القصر كمان منورين، شكرا لك يا زهره. طيب شايفه هبه ايش عم بعمل؟ اها هذا إشي كثير دسم، ها اللي عامل رجيم ما يقرب. شايفين؟ شام الشام يسعد صباحك يا شام. طبعاً هذا اللي على حواف الصحن هو جبنة. معك هبة، معك. لبنى عبد العزيز عم بتتابعنا من السعودية وبتحديد من جدة، يسعد صباحك يا لبنى. يزيد الزعبي صباح الورد. لجين حبيب يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية، أروع شيف وأروع مذيعة، شكراً يا لجين. تيسير ذيابات صباح الورد والياسمين. طيب احنا بدنا بس من الشباب يطلعوا لنا ارقام الاتصال على البرنامج في اسفل الشاشه لحتى نسمع صوت الناس الطيبه للي بيحب يستفسر عن اي شيء. خديجه بدها طريقه تجفيف الفواكه. هلا هي طريقتها سهله. يلا بدنا اتصالات. يلا حاضرين. ام عادل يسعد صباحك شف علا. الله يسعد صباحك. كمان من امريكا من لوس انجلوس بتصبح علينا رنا الفرح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيهم. طيب هدول هبة رازبري، بلوبري، توت أزرق وتوت أحمر وتوت أسود. أنا ما بشتري فريش نهائيا بهذا النوع من الحلويات لأنه كتير غالي، كتير مش شوي يعني. الصحن ستة وفي بثمانية وفي بسبعة. هذا هل قد 400-450 جرام للي سألوا لما استخدمته برمضان. سعره لا يتجاوز الثلاث دنانير، وهي زي ما أنت شايفة كل حبة بحبتها بحكي لكم إيش نوعه، لأنه في أنواع بالسوق وأجنبي، بس برضه بطلع كتير الحبة واقعة يعني ما بيكون هيك ماسك حاله، فأنا بدلكم إيش هو هذا النوع ما في مشكلة. عون بني صخر صباح الورد. دينا العجلوني يسعد صباحكم حبيباتي. يلا ومعانا كمان اتصال. أم علي عليكم صباح الخير، كيف حالك؟ هلا بيها، كيفك شو أخباركم؟ سلامنا لكل أهالينا بعجلون. يعطيك كل عافية، الله يسلمها يا رب، يعطيك كل عافية أنت والشيف علاء. الله يعافيك يا حبيبتي، هاي الشيف معك. الله يسلمك يا رب. ألو صباح الخير. صباح الورد شيف علاء، كيفك؟ أهلا أهلا ست الكل، نورتينا. الله يسعدها يا رب، كيف صحتك إن شاء الله؟ كويس. أنا مشتاقة، أنا جاي كل همي اليوم، كنت مبارح بعجلون ما حدش قدي. أهلا وسهلا فيك، نورت عجلون. إن شاء الله بتضلوا منورينها يا رب بنفسكم الطيب.
الله يسعدك يا رب. شنو اللي بدي اطلب منك؟ طلب تعملي لنا بسكوت القهوه. حاضر، اللي هو زي شكل حبات القهوه صح؟ نعم، بس حاضر. احنا بدنا يعني الشكل والطريقه الصحيحه لها. حاضر، امرك ابشري. سهل، ما بدنا نعمل. حاضر. كمان طلب، في ناس بتعمل المنسف بالفريك وهي الموسم الفريك، اذا بدنا الطريقه الصحيحه لمنسف الفريك اللي هو ايش؟ الحبات بدل الرز فريكه. حبات الفريكه؟ منسف بالفريكه. حاضر حاضر، ان شاء الله ما بنقص. بدنا الطريقه الصحيحه، بدي اغلبك مع الفلفل. امرك امرك، تدللي. حاضرين، اهلا وسهلا فيكي. طيب انا نزلت بلوبري التوت الازرق وحطيت رازبري. هلا انا استخدمت هذا النوع اللي هو عشان افرجيكي انه مش دائما الاشي الاجنبي احسن من المحلي. هذا اجنبي، شايفه كيف لما داب ثلج وفرط؟ شوفي هذا كمان مجمد، بس هي كل حبه وحبتها، للايس كريم، للحلويات، يعني بيكون نفسنا احنا نشتغل فيه بالبيت بس كتير غالي، فهي النوعيه بدلكم عليها. طيب علا، ايش نقدر نستخدم اشي تاني؟ فراوله كتير زاكي، موز للي بحب الموز، للي عندها ولد ما بياكل الموز. اها، معنا كمان اتصال علا. سجود، يسعد صباحك. صباحك، كيف حالك؟ ما احلى اسمك يا سجود. ايه اسمك كتير حلو. مقدم لك يا روحي حبيبتي. تفضلي، هاي الشيف معاكي. الو، صباح الخير. اهلا يا سجود، اتذكرتيني؟ لا بصراحه، يوم الخميس حكيت معاكي. اهلا اهلا وسهلا، نورتي يا قمر. اهلا. ايوه سجود، سجود اجت بعجلون محل ما كنا عم بنجهز باللوكيشن تبع التصوير، واجت قالت لي سوينا كعك ومعمول، صح؟ صح ولا مش صح؟ مين؟ اللي حكيت معاكي قلت لي طلبت منك خبز فريك وكيك. ايوه بس برضه شفت سجود كمان بعجلون. اهلا يا قمر، اهلا وسهلا. نورتي امبارح حبيبتي. اهلا يا قمر، نورتي. شكرا يا سجود، يسعد صباحك. معنا كمان ام حازم، يسعد صباحك. راحت سجود، في ضغط على الاتصالات. طيب هلا هون بجوز تقولي السائل كثير اكثر من نسبه الكروسان. هلا الكروسان فيه الزبده وهو اصلا ماخذ لون، هلا بالفرن راح يتسبك المزيج، راح يشرب السائل ويضل الجبنه تعمل عمل مبدا الكريمه، فهي بتتاكل ساخنه. ممكن هيك بصير في المطاعم بعد ما تبرد وتصير تمام، بياخذوا منها قطعه. هلا بورجيكي بالصحن اللي جاهز، بياخذوا منها قطعه، والقطعه بحطوا جنبها سكوب ايس كريم فانيلا ساده على الحل، وبعدين بيقدموها على الكافيه. طيب احنا هيك هبة، بيكون الصحن الاول جهز، منروح على درجة حرارة 180 بالرف الاوسط، تمام؟ وبس من تحت بخليه يتسبك، وتشوفي كيف الكرواسان سحب كل السائل.
هلا الكاميرا بتاخذ لك، ما في سائل ابدا في داخل الصحن، اذا انا بنتظر عليه فقط لما يتسبك، تمام؟ وبعدين بنقدمه بهذا المنظر اللي انت شايفتيه. فاذا شفتيه في مطعم راح تقولي اوف شو هذا، ولكن هو فعليا في المضمون سهل، ستيب كثير بسيط لحتى نعمل كمان الوقت يكون اقصر بعمليه الانجاز خصوصا ببيتك. معنا اتصال علا، لانا من عمان. صباح الخير يا لانا. صباح النور حبيبتي، كيف حالك؟ هلا حبيبتي، انت كيف حالك؟ تمام يا عمري، كيفك انت؟ الحمد لله، مبسوطين كثير بتفاعلكم معنا حبيبتي. الله يسعدك، منورين والله. الله يسعدك، تفضلي، هاي الشيف معاكي. الو صباح الخير يا لانا. صباح الخير شيف علا، اهلا وسهلا بالقمر. هلا حبيبتي، منورة والله. بوجودكم منورة اكيد. شو اخبارك؟ الله يسعدك والله، تمام مشتاقة حبيبتي. جربتي ايش من وصفاتنا يا لانا؟ جربت والله. شو زي ايش؟ احكي لي. الاشي اللي عملنا اشياء كثير بس كثير. طيب المهم عجبك الطعم، المهم النتيجه. اكيد ثاني. طيب تمام، جربي هالنوع من التحلاية، وحتى كمان الزعتر الاخضر كله، الكروسان هي حلو ومالح. انا حاضر معك حلقه، شوف علا. حبيبه قلبي يسعدك، احنا بنتشرف، احنا بنتشرف. دللي. شكرا على اتصالك. الو يا ام يوسف، صباح الخير. انا صباح النور، كيفك؟ يا صباح الورد، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. هلا ستي، اهلا وسهلا. تسلموا ايديكي على الاكلات. الله يسلم عمرك يا رب. قولي لي يا ام يوسف، شو وضعك مع الزعتر الاخضر؟ والله كويس الحمد لله، ماشي حلو. بعمل مرات منه بسوي قراص، مرات بسوي. طبعا عمرك جربتي اشي نوع هيك مع الصواني تحطيه اخضر؟ جربتيه ونجحت معك؟ والله كثير عملته. ممتاز، انتوا البركه اكيد. سوي. الله يسعدك، تسلموا ايديكي على كل اكلاتك يا رب. خدمه الناس الطيبه تدللي. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلموا ايديكي والله. الله يسعد قلبك، اهلا فيكي نورتينا. أم خليل كمان يسعد صباحك، شف علا نيروخ المذيعة، أنا اسمي آية من عمان وكل يوم بتابعكم، بحبكم كتير وماما بتسلم عليك يا شف علا. الله يسعدها ويسعد الماما معاها يا رب، تحياتي لإلهم. كمان من العراق عم يصبحوا علينا. نعم. مروان صباح الورد والياسمين، الحياة مبدأ، يسعد صباحك علا. نعم الله يسعد صباحهم جميعا. أنا عم بطول قطعة من هالطبق الحلو، وزي ما حكيت لك بهاي الطريقة بتقدم مع سكوب آيس كريم فانيلا سادة. هاي. ألو يا أم عبد الرحمن، صباح الخير. عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلين حبيبتي، كيف حالك؟ هلا ست الكل، نورتينا، أهلا أهلا. الله يسعدك، الله يخليك يا حبيبتي. بحب أشكركم أنا كمان والله، بقوم الصبح يا تهيني بحضركم كل يوم، وتابعتكم بارح عجبك يوم الخميس. نعم. وأنا بشكركم، بدي أشكر الشيف علا، يعني دايما بحكي معها بس ما بلقط الخط، بسلم إيديها وعينيها على الكعكات. الله عليكي، صحة وهنا وألف عافية، معناته أبو العيال راضي. والله يسلم إيديكي وعلى الشاورما جربتها كمان. الحمد لله، بالهنا والعافية على قلبكم. وأكيد أنت لا شك يعني أكيد ست الستات وإلك نفس طيب، لهيك طلع معاكي ظابط 100%. نجد يعني نجد أشكرك من زمان والله، وأشكر يعني بدي أحكي لك إنه كل وحدة تجرب كعكاتك يا حبيبتي. إن شاء الله بالهنا والعافية، بالهنا والعافية على قلوبكم. يعني الشيف ما جابك. لا حبيبتي، أنتوا البركة والله. الله يخليك يا حبيبتي، سلم إيديك وعينيك يا رب. يا حبيبتي بخدمتك، هلا أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا. طيب خليني زهرة النرجس كمان بتصبح عليك. أم ريان الفالوجي، وصفاتكم رائعة ويعطيكي ألف عافية. أم عبد الله المعاني يسعد صباحك. نعم. أم أنس كمان يسلموا إيديك كتير، تحياتنا لإلهم جميعا. زهرة القصر، صباحكم فل وورد وعسل، شكرا وسلامها لأم محمد أكيد وأبو محمد وشهد. طيب هلأ إحنا رح ناخد صحننا على طاولة التقديم، رح أنا وياكم نشوفه بالصورة النهائية عشان هبة تعطينا رأيها باللي داقته. كتير زاكي عليك. انت عارفة أنا شهادتي مجروحة بأكلك. إن شاء الله بالهنا والعافية على قلوبكم. وطعمة الزعتر مع الجبنة ما بتصدق قد ايه طيبة. طيب خليني أصب لك كمان كاسة شاي، شو رأيك؟ تسلم إيديك. يلا. رويدة صباح الخير، أمل جلاد يسعد صباحك شيف. عم بيصبحوا علينا كمان من نابلس، يسعد صباحكم. خالد يسعد صباحكم، يعطيك العافية شيف علا. بسمة بدها طريقة عمل الشطة الصحية.
طيب هلا احنا الشطه ان شاء الله رح نعمل حلقه خاصه فقط لكل هاي الامور والمونه تاعت البيت, وقريبا ان شاء الله بهالكم يوم حتى الثلاجه رح اجرها من هناك واجيبها ونحكي عن امور كثيره لابد من اتباعها في داخل الثلاجه. وبنقول صباح الخير يا نهى. صباح الخير يا نهى. صباح الخير. صباح الورد, اهلا وسهلا. كيف حالك يا قلبي؟ انا نهى الشهبان حكيت معك هذيك اليوم. اهلا اهلا فيكي, نورتي. نوره نورت عجدون كلها والله. يا حبيبتي منوره باهلها الطيبين, الله يسعد قلبك يا رب. والله بطبق كل الوصفات ما شاء الله عليك. ان شاء الله بالهنا. انت جننتينا بالصف علا, بحبك كثير والله العظيم. يا حبيبتي القلب الله يسعدك ويسعد. والمعمول انا جربته والوصفه الموز وكله والله الحمد لله رب العالمين. كله ذاكي, سلم ايديك يا جد. ان شاء الله بالهنا والعافيه على قلوبكم بالعافيه. وصبح على المذيعه ما شاء الله عليها منوره ما شاء الله عليكم جميعا. يا حبيبتي منورين بوجودكم. شكرا لك. شكرا, نورتي على عجلان كلها والله. يا حبيبتي منوره باهلها, الله يرضى عليكم يا ربي, وان شاء الله تضل بيوتكم عامره وتضل عجلون وكل محافظات المملكه مزدهره بهالخضار وهالطبيعه اللي إشي عن جد بشرح القلب. طيب انا هيك بتكون امورها طيبه رح اروح احطها بالفرن, ولا بد من تركها ما يقارب 10 دقائق بالشوب, بالبرد 5 دقائق خليها تمسك حالها عشان تشوفيها. لهيك سميناها مثل الفطيره, وعاده تقدم بالمطعم كفطور بس احنا عمي ما بتوفي معنا. احنا مع الطبقين ورا بعض بناكلهم على شايفين هيك بتكون قوامها عادي زيها زي أي نوع من أنواع الفطائر الساخنة المقدمة بالصورة النهائية. للأسف أنا هيك وصلت للجزء النهائي من فقرة المطبخ, وبنختم أنا وياكم وهبة ما تبقى من الفقرة الصباحية ببرنامج يوم جديد, على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله تعالى بنفس التوقيت 10 صباحا تحديدا. بنطل عليكم من فقرة المطبخ برفقة الزملاء وحتى كادر العمل. بترككم بحفظ الله ورعايته, إلى اللقاء. شكراً لكم, نلقاكم إن شاء الله بكرة. شكراً.